إن اللي بيحب الجبنة بأنواعها بيبقى شخص عنده ضمير حي، ضميره حي، ودايماً محافظ على المبادئ بتاعته وأخلاقه اللي تربى عليها. بيحاول دايماً كمان إنه ينشر المبادئ دي وسط الناس اللي حواليه، مش نفسه بس يعني. رغم إن في ناس بتشوف إنه بيبقى ممكن يكون متشدد لأفكاره، لكن هو في الحقيقة مش كده، هو مخلص جداً لأفكاره، مقتنع بيها لدرجة إن هو بينشرها للناس اللي حواليه. ده غير إن اللي بيحب الجبنة كمان بيكون شخص منظم جداً في حياته، وبيتسم بالدقة والإتقان في شغله. هل صحيح؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ مش أنت وديني حتة تانية. حقيقي؟ حقيقي؟ صح كده؟ طبعاً. يبقى كل اللي انت قلتيه انا عمال افكر فيه واحده واحده، ماشي معاكي واحده صح. حلو قوي. كل اللي قلتيه مفيش حاجه غلط فيه، صح صح. طيب ايه بقى رايك؟ بس ايه الحلاوه دي والابداع ده؟ شفت؟ لا انت ممكن تعملي شبازل ده محاليه نفسيه. لا ده انا يعني مش انا اللي قايله الكلام ده، ده المتخصصين. بس انا بقول لك طب اقول لك حاجه مهمه. المقال اللي انا بقول لك عليه كان طريف شويه. آه. انت عارف بقى الاختراعات، اعرف ما اعرفش ايه من ايه. آه. فالمقال ده كان عن اعرف شخصيتك من اكلك. من اكليتك. من اكلتك. طب اللي بيحب المكسرات بقى، هقول لك بقى كاتبين عن اللي بيحب المكسرات. كاتبين يعني اللي بيحب المكسرات بيكون ناس هاديه، ومهما كان عليهم ضغوط سواء في البيت او في الشغل تلاقيهم بيتعاملوا بمنتهى الهدوء والريلاكسيشن. هم ناس بتاع المكسرات ولا ايه بيعمل كده؟ تقريبا الزيوت. آه. المكسرات كلها فوائد على فكره، وزيوت نافعه مش ضاره. ولا عشان المكسرات لها علاقه بالتسليه، فناس ريلاكس وهاديه ولطيفه ومبسوطه. والله هم ما اعرفش بقى السبب ايه، بس بيقول لك ان هو بيبقى مثلا بيكونوا الناس دي اللي بتحب المكسرات صداقات كتير في المحيط اللي هم فيه، وبيبقوا دايما ناس هاديه ريلاكست. طب اللي بيحب اللحمه بقى؟ بص، اللي بيحبوا اللحمه دول بيكونوا عاده اجتماعيين وعمليين، وكمان بيكون شخصيتهم قويه وعندهم اخلاص وكرم، ودايما بيكسبوا. صح صح يا ابو سينا، انت تقولي ده صح صح. انت بتحب اللحمه كمان؟ بحب اللحمه. دايما بيكسبوا ثقه الناس اللي حواليهم بسرعه. فعلا. صح صح، ده كلام مهم جدا جدا. لا ده لان اللحمه مرتبطه بالايه؟ بالكرم. اضحيه لها قيمه يعني. اما بقى الناس اللي بتحب، استنى قبل بقى ما تروحي حتى كملي لي حاجتك كلها. اللي بيحب البيتزا، الناس اللي بتحب البيتزا يا سيدي، ده بيبقى شخص بسيط، بيكون غالبا طموح، ونظرته للحياه بتبقى في الغالب ورديه، حتى لو المشاكل كانت بتحصره من كل مكان، دايما بتلاقي الشخص ده بيحاول ان هو يكون صداقات وعلاقات مع كل الناس اللي حواليه، اجتماعي يعني. ولو في عمل جماعي تلاقيه اول واحد يتطوع ويشترك. يعني قريبة اللي بيحب ويليد. لا لا، لكن زي ما له ايجابيات له برضه سلبيات، واهمها انه بيكون اللي بيحب البيتزا، احنا بنتكلم بيكون في الغالب يعني على حسب ما المقال قال، بيكون مصرف وما بيعرفش يحوش. يعني الموضوع ده يتطبق